أربع شلاشين. الله الله الله، نعمل لكم بقى صنف حلويات مع الشيف الحلويات الجميلة أميرة. أهل عملنا الكفتة والرز بالمكسرات. أنا عايز الطبق ده، أنا مستنيه. تشيز كيك. تشيز كيك بالشوكولاتة والقهوة. دارك شوكولات والقهوة. طب يقول لنا مقادير. يلا تشيز كيك، القهوة وشوكولاتة، 3 كوبايات بسكوت، 3 أرباع كوباية زبدة، 2 معلقة الصيام 2 معلقة كبيرة سكر، ده للقعدة التحتانية. للحشو بقى 3 بيضات، كوباية سكر، 2 كوب جبن كريمي، كوباية إلا ربع كريمة خفق، 2 معلقة كبيرة نشا، معلقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان، فانيليا، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. اوكي. وللجناش اللي هي الشوكولاتة اللي هنغطس فيها دي، كوباية شوكولاتة تشوكلت شيبس كوباية، وتلات أرباع كوباية كريمة خفق، ونص كوباية زبدة. اوكي جاهزة؟ جاهزة. يلا نعمل بقى القعدة التحتانية. هجيلك اهو. انت اللي هتعملها. يلا. ده؟ احطه في الكبة؟ ده بسكوت هنحطه في الكبة، انا ضربت بس تسهيلا للمواضيع عشان ما ناخدش وقت طويل. بسكوت بنكسره وبنحطه. انا ليه هحطه في الكبه وانت بتكسره؟ الكبه عشان هنخلطه بالسكر. اوكي فهمت. اوكي. دي احنا لو في البيت بقى هنحطه بقى حتت في البيت. اوكي. يلا. ريحته حلوه قوي البسكوت ده. ده بسكوت قمح. اهي. احط معايا ايه بقى؟ هنحط عليه الزبده. الزبدة والسكر. والزبدة والسكر. هحط سكر الأول. أيوه. أهو أدي السكر، ونحط عليهم بعد كده الزبدة. الزبدة السايحة. توغلي 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 توغلي. أيوه. في حاجة تانية؟ لا خلاص. أوكي. تاني. شكرا. نقفل الكبة بتاعتنا. أهي. انا اسف ناحيتي. بنعمل ايه دلوقتي؟ كلهم كده. حطينا في الكبه البسكوت وعليه الزبده، 3 كوبايات بسكوت و 3 4 كوبايه زبده ومعلقتين كبار سكر. اوكي. هيتخلطوا كويس، هنحطهم في الصينيه بتاعتنا. الصينيه اللي هي قد واحده؟ الصينيه المربعه دي. اوكي. الناس اللي عندهم صواني الفتح من الجنب بيستعملوا الصواني الفتح من الجنب. اوكي. تمام. الناس اللي ما عندهمش صينيه بتتفتح من الجنب يبطنوا الصينيه بتاعتهم بورق فويل دورين ثلاثه كده علشان نقدر ممكن تجيبي لي سباتول؟ لو سمحتي. وديتيه فين؟ يا حاجه. اوكي. انت عايزاه يبقى زي رمله البحر صح؟ ايوه. حلوه رمله البحر دي. تشبيهات ايه بليغه اهو. الريحه تجنن اللي طالعه منه. ما هو الزبده نوع كويس، والبسكوت بسكوت قمح اللي هو يعني اي بسكوت مرسوم عليه، في انواع كتير في السوق مرسوم عليها قمح، ده بيبقى احلى واحد في الكيس كيك. كويس خلاص. حاضر اهو. خذي بقى ايه بقى دي. فيها الزبده كلها هنا. لا هي طيب كلها اتخلطت. كلها اتخلطت زي الفل اهي. رمل بحر ولا مش رمل بحر؟ رمل بحر. فلا يلا. اهو هثبت بقى ده عبال لما ايه شريف يجي لنا البوله ويضرب لنا الطبقه الثانيه. اهي البوله، اهي البول. اي واحده اهي. دي هنضرب بيها الطبقه الثانيه اللي هي التشيز كيك القهوه. هنحط قهوه سريعه الذوبان فيها فبتدي طعم تحفه.
هنضربها في ايه؟ انا مش فاهم. هنضربها في الكبة. في الكبة برضو؟ في ال سوري في ال فهميني كده. انا مركزة بس في فرد البتاع ده. بعد ما بحطه كويس بدوس عليه علشان بعد كده هقسمه حتت صغيرة، فلازم ادوس عليه كويس جدا يثبت في بعضه، يعني لازم يثبت. لازم يثبت في بعضه. حط هنا ايه بقى؟ هنحط هنا بقى ال ايه كريمة الخفق الويبينج كريم اهي، وكوبايتين جبنة كريمي. اهو جبنة كريمي بدون اي نكهات. القهوة، قهوة سريعة الذوبان. مش قهوة، هي قهوة سريعة الذوبان. خلاص كلها. ايوه اهي. وثلاث بيضات. ثلاث بيضات. اها. بيكنج باودر معلقة صغيرة. باودر اهو. ده نشا معلقتين كبار مليانين. حطهم برضو؟ ايوه. السكر كوباية سكر. ده واضح ان الخلطة دي تجنن. وفانيليا. فانيليا. خلاص كده احنا خلصنا. ونضرب. بتطلع قوامها كيك شوية، يعني مش ماسكة في بعض، فيها هوا. نشيك نضرب بقى. اهي. خلاص. يبقى قوامها كده زي الكيكة. ريحتها هتجنن. بعدين خلاص هنحطها بقى على البسكوت بتاعنا. في طريقه ان احنا ممكن ندخل البسكوت ده لمده 10 دقائق في الفرن الحراره 200 بس يمسك في نفسه كده، عشان السائل ده ما يشربوش، او نحطهم عليه على طول ما يجراش حاجه. واحد اثنين ثلاثه. وبعدين بيخش الفرن الاول عالي درجه حراره 180 لمده مثلا 10 دقائق ربع ساعه، بعدين بنوطي بقى خالص 160 وبتقعد ساعه. خلوا بالكم بقى الصواني الجديده دي لونها اسود، دي بتبقى رقيقه شويه، فاحنا بنجيب اي حاجه تحت الصواني دي زي صفيحه او صينيه تانية حتى او كده، ممكن نحط اي حاجه تحت الصينيه. لا عشان ما تتحرقش من تحت. هي هتطلع بقى زي دي. هتطلع بقى زي دي. نشوف بقى هنعمل فيها ايه. هنعمل ايه بقى؟ هي بتخش الفرن قد ايه قلتي؟ بتخش الفرن لمده ساعه لا يقل عن ساعه. درجه حراره ايه؟ درجه حراره الاول 210 دقائق وبعدين 160. خلاص بعد كده بنخلط بقى المقادير بتاعه الشوكولاته على حمام مية، وبعدين بنطلعها كده اهي، وبنبعد الصينية. و ممكن تقطعيها دي مش بسكينة؟ نعمل كده بسكينة. مش دي احسن؟ لا. ليه؟ سكينة لازم. والله طيب. عشان تتقطع كويس. وبعدين بنعملها كده. تقطعها لك؟ بص الاول هنقطع الجناب ونشيلها. والله يعني الجناب دي هنشيلها عشان نعرف تبقى شكلها حلو. الجناب دي ما نرميهاش، ناكلها برضو. انا ما بحبش اقطع الجناب بس اتس اوكي، بس عشان يبقى شكلها حلو يعني. ممكن تجيبي لي اي طبق نقلها لك فيه؟ خلاص خلاص تعالي 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 تعالي. خلاص الصينية اهي اهو. ايه انت عايز تنقلها في؟ هحطها على الرخامة عشان تقطعيها زي ما انت عايزة. ما تتكسريش اهي عشان الوقت بتاعنا
يصوتوا لي جوه لحظة الكسر. أقسمها؟ هنقطعها مكعبات صغنططة وهناخد كل مكعب. هنشيل ده. أهو بصوا بقت مربعة أهي. هاتي يا جوهري. خلاص هنشيل ده. أهو. نشيل بقى ده. اديني بس مكعبين ثلاثة كده. دي الشوكولاتة سيحتها على حمام مية وبتفضل في حمام مية علشان ما تغيرش القوام بتاعها يعني تفضل تلمع كده بتبقى جميلة قوي. خلاص ناخدها بصوا هتسقسقها كده اهي بس الشوكولات اهي مش عارفة اهي ايوه نحطها في الطبق واحدة كمان ميرسي يا اميرة ميرسي احكي للناس عملتي ايه النهاردة عاملين فيها ايه؟ عاملين كباب بطعم الفحم وعاملين رز بالعصفر وعاملين تشيز كيك القهوه بالشوكولاته الدور تجنن اشكرك بشده كل سنه وانت طيبه رمضان كريم عليكي يا رب تكون اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف نشوفكم ان شاء الله بكره في نفس ميعادنا شكرا لكم رمضان كريم.